ازيكم ابطال؟ عاملين ايه؟ عايش يا برجو عايش والكل الابطال عايش. قبل اي حاجه احب اشكركم جدا على الدعم اللي حصل على الكام فيديو اللي نزل الفتره اللي فاتت. ما شاء الله انتوا عليتوا من القناه فشخ بسبب الدعم بتاعكم. يعني اخر كام فيديو ليا ما بقتش اطلب فيه عدد لايكات معين، انتوا بتمسكوه في يوم كده 30,000 لايك، فاللي هو ما شاء الله عليكم. فقبل ما نبدا الفيديو دلوقتي انزل دوس لايك بمناخيرك. ايوه خلاص ما بقيناش نستغرب الحوار ده، اي لايك دلوقتي يتعمل في القناه دي يبقى بمناخيرك. واحلى كومنت هيتكتب على الفيديو ده هيطلع في الفيديو اللي جاي، وده احلى كومنت اتكتب في الفيديو اللي فات. ولو انت مش مشترك في القناه او اول مره تشوفني انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس، او اول مره تشوف الخلقه اللي قدامك دي انزل اشترك في القناة. يلا برافو عليك. ايوه طيب يا جماعه الفيديو بتاعنا النهارده لو ضحكت تخسر. انا قلت شويه فيديوهات كده لسه جايالي طازه، فيلا بينا ناخد الجوله بتاعتنا دلوقتي. طيب انا عايز ابدا الفيديو كده ببوست انا شفته في بيج اسمها عاطف عطوف. هي دي اغرب حاجه انا شفتها في الفيسبوك. باعد اذنكم يا بنويت اني بطلات بواس، مش كل واحده مش كل واحده تشوفناي في شوارع تجري علي وتحضناي. حلو قوي. اللي تزعل تتفلاق، بس اني اسفه صحتي اهم، صرتي مع فخاد العربي، فخاد العربي محمد، فخر العرب، فخر العرب يا عطوف، مش فخاد العرب، لا صرتي مع نانسي عجرام، هي كانت عايزه تحضني وتبسني بس انا قلت لا عشان الكرنو. دي مش نانسي عجرم، دي هيفا يا ابني. Why don't you say it so? They didn't even notice a bunch of step to roll it. I bunch of step to roll it. Why don't you say it so? They didn't even notice a bunch of step to roll it. I got to keep me focused. I want to say it so. Charlie the Miller low ده خلي بالك عشان انا جايلك for your brand يا اخي. طيب انا شايف ان احنا نمسك الفيديو ده نروح، ما نروحش، لا لا احنا ممكن الفيديو ده يخلي مثلا ال ما يخليش، لا برضو ما حد يمنشن مثلا وزاره او ما يمنشنش. الفيديو ده كفيل ان هو يخلي الناس تقتنع ان الحظر خلاص، يعني ما ينفعش الواحد يقعد في بيته اكتر من كده، ما ينفعش. انا مش مستنى اوصل لحاله زي كده. فالفيديو ده يعني كفيل ان هم يخلوهم يتعاطفوا معانا كده وينزلونا. اوكي تشارلي زمان زي ومين تاني؟ اه واختها واختها حبيبتي انا جايلكم، انا جايلكم هايب هاوس، انا جايلكم. ولو يا جماعه انتوا بتسالوا انا فين، انا جوه. انت في جوه ايه؟ استنى انا كنت هدي افيه وانت طلعت فعلا قلته دلوقتي. جوه التلاجة يعني، انا عايش جوه التلاجة اصلا فعلا. طيب خلينا دلوقتي نتفق ان احنا معانا قضيتين. اول قضية ان احنا ما ينفعش نقعد في البيت كتير عشان ما نوصلش للليفل ده. تاني قضية ان احنا قلنا مش كفاية جواز قرايب. بيكنج سودا، وكنت عاوز اعرف لو هو انهي احسن، المنتوز ولا بيكنج سودا. رحت الاول رحت فتحت اهو الكوكولا، الاتنين فاروا الحمد لله، ورحت قعدت بقى اعيط وما كنتش عارف اعمل ايه، وكنت قعدت عشر مش عارف ليه برضه اعمل ايه، وكنت مش عارف اعمل ايه، وكنت قعدت عشر مش عارف ليه برضه. فروحت جبت قمع بقى وحطيته. هو الولد بيترول ولا بيهقل؟ ده بجد ولا احنا هناخد ذنوب ولا في ايه بقى؟ مش عارف اسمها ايه. ودقت تاتي منه شمال بدور عشان اشوف لو في حد بيبص عليا. شريط طعمه وحش قوي ما عجبنيش خالص. رحت جبت المنتوز قلت برضو دوقه، بس طعمه طلع وحش قوي برضو، وكنت هرجع يعني بجد ما كانش طعمه حلو خالص. لا اهدى كده شويه دلوقتي خلاص احنا هنحط البيكنج سودا بتاع. كنت فاكره بقى تفور وهتعمل مصايب ونيله، وعملتش اي حاجه بصراحه. قعدت اقول لها فوري فوري ما مش راضيه تفور. كنت فاكرها تفور بس ضحكت عليا ووقعت. وحطيت دلوقتي المنتوز، طلعوا ان انا ما حطيتهوش كلهم، فبرضه ما عملتش اي حاجه. قلت احط ما اشتغلتش. رحت قعدت اعيط وقلت اقول ايه لازمه حياتي، وكنت عاوزه اقتل نفسي. شكرا. طيب دي اغرب حاجه انا شفتها في حياتي بجد، ده اغرب فيديو انا شفته في تاريخ حياتي بجد، مش بأفور. والولد مش مفهوم، مش عارف هل هو فاهم هو بيعمل ايه ولا الولد هو كده فعلا واحنا اللي غلط. اكتر حاجة مريبة ممكن نشوفها وغامضة، بلاش جواز قرايب. بيس تمام يا صاحبي. عملت ايه مع الواد اللي كان فاكرك من المعادي؟ يا عم الولد ده لو عملت بصورته كارتيلا هيطلع الجوان من السالي. الواد جاي بيشاكشني، قلت له شاكشني بجس ميته، هو قلبه جايبه ولا متحمس نسايبه؟ ورجع ورحت طاير في الجو وبعضم الغزال على دماغه، ورحت مركبه السرلانكا اول عباس. وتشوفته كل معايا ركب السرلانكا اول عباس، مش عايزين اكل عيشه. ركب السرلانكا اول عباس.
لما حد يقول لك انت منين وتقول له انك من الزاوية الحمر عقله. الو كورونا؟ انت جاي تزورينا؟ احنا مش عاملين حسابنا. مين؟ مش فاهم. كورونا؟ انت جاي تزورينا؟ احنا مش عاملين حسابنا. مفيش لا مية ولا خل ولا كلور. هدافع عن نفسي؟ انا هدافع عن نفسي بطريقتي. ودافع عن كل اهل البلد. ما تفك الحظر بجد والله. نو وان كده قاعد في حالك. الو كورونا؟ انت جاي تزورينا؟ يا كورونا يا بنت المجنونة. ايه ده ايه؟ دفاع عن نفس ضد كورونا. لا لا والنبي يا جماعة في ايه بجد؟ ايه يا اسطى؟ كورونا ليفت ذا شات رايت ناو. والله كان دي ده. انا عجبني فيديوهات اديز ان هو بيبقى واقف كده في الاول بيتامل اللا شيء فيجي له واحد يكلمه كده. طب مش لسه فاتح محل جديد؟ ما عندكش شغل ليه؟ اشتغل. تعالى يا عم شغلك معايا من اول النهارده. بس هتسيبني اروح دروس. جدعانه فوق الوصف والله جدعانه فوق الوصف. من اول النهارده. بس هتسيبني اروح دروس. عايز تروح الدروس وكده ما عنديش مشكله. عايز تقبض قبل الشغل؟ انا يا عم خد 5000 جنيه وما تشتغلش يا باشا افتح لك محل دلوقتي. انت ايه اللي عايز تخش الجنه؟ لا دي مش بتاعتي للاسف. النهارده اول يوم ليك في الشغل. ايوه ما انا عايزك بقى تلتزم بكل حاجه. اوكي ما انا عايز اشتغل. مالك يا ابني في ايه؟ لسه صاحب الشغل طردني من الشغل. انت كمان سبت الشغل؟ طب تعالى انا كده كده لسه فاتح المحل جديد مفيش مشكله. جدعانه اوفر. كلنا مع بعض نساعد بعض. يلا يا جماعه هو مش عازمكم على الغدا ده فاتح شغل يا جدعان. ايه يا عم اللي انا عاجبك التجيره دي؟ يا عم ان شاء الله مش هيتاخر. هو المفروض ما بيفتح 10 يا عم. يا عم عادي. الساعه 12. الساعه 12 عادي ان شاء الله جاي قريب. انتوا ليه بتاكدوا على بعض؟ الساعه بقت 12. الساعه 12 عادي. النهارده اول يوم ليك في الشغل. عايزك تلتزم كده. ايوه ماشي يلا بينا نروح على الشغل عشان هنفتح الشغل. ماشي عايزك تلتزم. حاضر. معلش اتاخرت عليكم يا جدعان النهارده تاني يوم. يوسف كان مستعجل. الشغل اللي انتوا عملتوه امبارح معايا عجب الناس قوي صرفوا لنا مكافاه. فلوسك؟ ايه ده؟ فلوسك. يلا عشان نروح نفتح النهارده ربنا يكرمنا. انا لو كنت صغير فشخ بقى اللي هو يعني لسه اللي هو بيسالوه عايز تطلع ايه يا حبيبي لما تكبر كنت اقول له انا نفسي اطلع اديداس. يعني الواد عمال يحب فيها ويقول لها بعيش عشان وهي فاتحه تندر عايزه تشوف واحد تاني غيره بدل اللهبل اللي عمال يعمل لي تيك توك في السطح. انت واخدها في السطح بتعملوا ايه؟ مشغول بيك وعلى باب. انت بتصور؟ يخرب بيتك. بونبوني صايد في مخلل عشقك يا بنت حرام انا عندي ليكي سؤال هو انت بنت الواد باصص لها بصه اللي هو خلص الفيديو ده بقى عشان مع بعض. يا لهوي الواد بيطلع صهد من كل انحاء جسمه. انت المفروض النظره دي تخليكي تنطي من البلكونه لو انت معاه لان هو حرفيا متهربس الباب. الله يرحمك الله يرحمك والله. صباح الخير ازيك؟ ايه باي. بقول لك ايه صايد ناويين الاستشوار كده؟ استشوار ايه؟ عايزه استشوار شعري. اديها المكنسه. خدي اهو. الهبل ده. طب ماشي اهو يا جدعان انا من غير اي حاجه من غير اي حاجه الناس اللي بتقعد تهبد وتقول روج مش روج تمام ده فلتر بي واحد فلتر ايه يا ابني انت بتحط المونوكير في ولا بتحطه فين؟
ايه حطها دخلها كلها في بقك احشرها ايه حد يخد حد كده عبيها بقى عبيها من البحر كده واشرب مية البحر عادي مفيش اي مشاكل ذهب الليل وطلع الفجر والناس كلها وسو شايف القطه كلها رجل قالت لونا ونو اقسم بالله احلى تيك توك انا شفته والله العظيم كل كشري واشرب كوكاكولا ونفط للكورونا حد يمنشن دونالد ترامب دلوقتي يقول له خلاص دي كل الفيديوهات غالبا اللي معايا انا ريقي ناشف من كتر الضحك يعني الصراحه يعني انا مش عارف الكوبايه دي اللي جابها في الارض طيب يا جماعه كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تنزلوا تحت تدوسوا لايك للفيديو ده لو عجبكم نوصله ل 30000 لايك يلا نجرب وما تنساش تكتب كومنت على الفيديو ده احلى كومنت هيتكتب هيطلع في الفيديو اللي جاي ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس وبس كده كنت مبسوط جدا معاكم ان شاء الله فيديو كمان يومين برده مش هنقطع مع بعض خلاص هنفضل مستمرين على اليوتيوب باذن الله واشوفكم الفيديو الجاي وعاش يا ابطال